الحقيقه لازم احيي لجنه العفو والرئيس طبعا وكل الجهات اللي عملت على عفو عدد على افراج عن عدد من كبير مئات من المحبوسين على قضايا الراي، ولكن الحركه المدنيه على الناحيه الثانيه بتقول لك لا، لسه في ناس محبوسه، لسه في كذا. البعض كان بيقول ان هم بيحطوا شروط انه والله مش هنشارك الا لما تفرجوا عن كذا وكذا وكذا، والبعض كان بيقول لا يا جماعه نشارك والعفو وانه عمليه العفو مستمره. انت بتقرا المشهد ده ازاي؟ طيب انا هقول لك بصراحه شديده جدا. اولا لجنه العفو زملائنا واصدقائنا الاعزاء بنحييهم على جهودهم، بس في العفو جهتين، جهه لابد ان تشكر، وجهة لا أملك لا أنا ولا أرغب لا أنا ولا أنت إن احنا نشكرها أصلا، لأنه لا يجوز شكرها ولا يجوز مهاجمتها، اللي هي النيابة العامة. النيابة العامة طبعا، النيابة العامة تكرمت، لأنها محامي الشعب وهي بتعمل شغلها، وتكرمت هي والسادة قضاة المشهورة وأفرجوا عن أكثر من 1200 شخص في خلال هذا العام. سيادة الرئيس تكرم وأفرج بعفو رئاسي، دي صلاحياته الدستورية، عن أكثر من 15 محكوم عليهم بأحكام، وبالتالي الشكر للرئيس احنا بنوجهه كل جلسه من جلسات طبعا ونطلب مزيد طبعا. الحركه المدنيه طبعا لغايه هذه اللحظه عندها يعني عدد محدود جدا جدا، يعني انا يعني أظن كم تقريبا؟ يعني معلوماتي انه لا يتجاوز اصابع اليدين الا بقليل مطلوب الافراج عنه. دول من اعضاء الاحزاب، دول هم اعضاء احزاب، دول اللي باقيين، دول اعضاء الاحزاب. انا عارفك عايز تطلعي فاصل، ماشي، لا كمل بس خلاص. فدول يعني في طور الكلام فيهم، وانت عارفه في ناس، بعض الناس يقول لك طب ما لا ما يطلع عفو شامل. عفو شامل ده مفهوم تاني خالص، ده لا يصدر الا عن مسجون بحكم قضائي ويصدر بقانون من مجلس النواب. يعني ما ينفعش النيابه ليها صلاحياتها في العفو في الافراج في الاخلاء السبيل، وسياده الرئيس له صلاحياته في العفو عن العقوبه لكل فرد على حده، بس المحبوس نهائي مش لسه في السجن حبس احتياطي.